مباراة شبيبة الثورة ضد كونكورد في كأس الاتحاد الأفريقي الأدوار 32 في المباراة الثانية والفاصل الأمون للمرور إلى الأدوار المقبلة الأدوار 16. تذكير أن فريق شبيبة الثورة فاز على كونكورد 2-1 في عقر داره. نرجو منكم أن تمسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. مباراة اليوم سوف يستقبل ملعب استاد عمر حمادي بالجزائر. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة الحاسمة سوف يكون كالتالي: في الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسابعة بتوقيت القاهرة، والساعة 8 بتوقيت قطر والسعودية. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة الجزائرية 6 وأيضا بين سبورتس الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا من فضلكم الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وشكرا لكم.